أعزائي متواصلين معكم بفقراتنا وإلقاء الضوء على المعرض التشغيل، معرض التشغيل الذاتي للسيدات اللي بتقيمه وزارة العمل بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى. للحديث عن هذا المعرض والفئة المستهدفة معنا بها الصباح الدكتورة إيمان العكور، مديرة قسم التمكين الاقتصادي للمرأة في مديرية عمل المرأة في وزارة العمل. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك دكتورة. صباح الورد، أهلا وسهلا، الله يسعدك. تحكي لنا بداية عن المعرض اللي بكرة رح يفتتح إن شاء الله. صباح الخير للجميع. احنا في وزارة العمل اكيد كليتنا مطلعين على انها وزارة معنية بقضايا التشغيل لجميع الفئات وبالذات المرأة. طبعا احنا فينا مشكلة في الاردن بموضوع تشغيل المرأة، انه نسبة مشاركة المرأة منخفضة ودائما في تناقص، وهذا بدفع الوزارة انها تتبنى كثير من السياسات انها تساعد على رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل. طبعا القطاع اللي حاليا عم نشتغل عليه هو قطاع التشغيل الذاتي، السيدات اللي عم بيعملوا منتجات داخل بيوتهم او في مناطق قريبه بالتعاون مع المجتمع المحلي. ارتأت الوزاره لانه هدول السيدات بيشتغلوا بس شغلهم ما عم بدخل للسوق بشكل واضح وفي عندهم مشكله بالتسويق، فصار عندنا فكره انه احنا نعمل معارض، وهذه المعارض مجانية بنقدمها للسيدات حتى انهم يتمكنوا من عرض منتجاتهم بشكل جيد. لأمتى رح يستمر المعرض؟ هلا هو المعرض بداية بدنا نحكي انه السنة ان شاء الله رح نعمل 6 معارض. رح يكون المعرض الاول يوم الجمعة لمدة يومين، يوم الجمعة والسبت، وكل شهرين رح يصير في عندنا ان شاء الله معرض لنفس الغاية. كيف بتم اختيار السيدات اللي رح يشاركوا بالمعرض؟ هلا احنا بداية الوزارة متبنية مبادرة اسمها التشغيل الذاتي للسيدات، هدول السيدات بندربهم مجاني وبنقدم لهم تدريب على الاشياء المطلوبة في السوق. طبعا هدول السيدات بنحط بيعتبروا هم الاساس في بناء هذا المعرض، لكن احنا لما يعني بما انها مبادرة وطنية شفنا انه لازم نشارك اكبر عدد ممكن من السيدات اللي بيشتغلوا بالتشغيل الذاتي، فصار انه بنختارهم من اكثر من طريقه ومن اكثر من شريك من شركائنا كمديرية عمل المرأة. لاي مدى بتحسي انه قدرتوا تحققوا جزء من التمكين الاقتصادي للمرأة في مديرية عمل المرأة؟ يعني هاي المعرض هو واحد من الوسائل لتمكين يعني المرأة. هلا احنا زي ما قلت لك احنا باعتبار انه مظله حكوميه، يعني المبادره هذه تعتبر من المبادرات اللي بتسعى لتمكين الاقتصادي للمراه، لكن في عندنا مبادرات ثانيه المديريه برضه متبنيتها مثل مبادره الانصاف بالاجور، مبادره انشاء الحضانات، تطبيق الماده 72 من قانون العمل، كمان كان في مبادرات سابقه سعت انها توجد بيئه عمل مناسبه للمراه حتى تحفز المراه للاستمرار في سوق العمل. ما هي المبادرات؟ يمكن بنحب نعرف أكثر مبادرات اللي بتقوموا فيها من خلال مديرية عمل المرأة، وإحنا بنعرف قديش مهم حتى ابتعادها شوي عن الوظائف يعني اللي إحنا متعودين عليها للمرأة، لابد أيضا من التركيز على يعني مثل هذا التشغيل الذاتي للمرأة. قديش خلينا نقول مهم إلها، سواء كان أحيانا بتشتغل ببيتها هي بتعيل أسرتها وما بنتقص من قيامها بواجبها كأم وزوجة وربة منزل، وأيضا يعني هي عم تحس بتحقيق ذاتها من خلال العمل. هي فكرة المبادرة بالدرجة الأولى. إحنا بنعرف في المجتمع الأردني إنه المسؤوليات الاجتماعية بتتركز على المرأة، فصار تقدم تكنولوجي وتقدم انه المرأة طلعت للجامعة او اخذت شهادات عليا واشتغلت وزيرة وكذا، لكن في نفس الوقت هاي الادوار ما تغيرت. الدور الاساسي للمرأة مسؤوليات اجتماعية. طبعا المرأة لما بتدخل لسوق العمل بيكون اجر الاجر قليل وبنفس الوقت مسؤولياتها الاجتماعية كبيرة، بيكون حافزها ضعيف جدا حتى تخرج لسوق العمل. ففكرة المعرض احنا بنقول للسيدات وانتوا داخل بيوتكم وانتوا عم بتقوموا بهذه الادوار اللي المجتمع يعني برضاها للمرأة، واكيد يعني هذه ثقافة مجتمعية، بنفس الوقت انت يعني حققي ذاتك، يعني يصير عنصر مهم لانه هذا الدخل اللي راح تجيبه
السيدة ما رح يكون إلها لحالة، أكيد رح يكون لكل الأسرة. فإحنا من هذا المنطلق يعني المعرض كمان فكرته إحنا بنحاول نطورها، إنه مش فقط إنه نخليهم بس يبيعوا السيدات، يعني إحنا صار عندنا فكرة إنه كمان السيدات هدول بدنا نحاول نجيب جهات تساعدهم إنهم يطوروا مهاراتهم في منتجهم، يطوروا مهاراتهم في التسويق، حتى إنهم يحسوا بقيمة هذا العمل اللي هم بيقوموا فيه. نعم، مثل ما ذكرتي دكتورة راح يكون في كل شهرين معرض. نعم. هل سيكون هناك أيضا دور للجمعيات الخيرية بالمعارض القادمة مثلا من خلال يعني السيدات اللي بيشتغلوا من خلالهم؟ هلأ شوفي، هي المبادرة صراحة موجهة للمرأة الأردنية اللي بتشتغل ببيتها يعني باسمها الشخصي. هلأ الجمعيات الخيرية شريك إن يعني بطريقة أو بأخرى، معظم هدول السيدات يعني وجدنا إنهم بتلقوا التدريب الأول من خلال هذه الجمعيات، لأنه الجمعيات أكيد شريك أساسي لعمل وزارتنا كوزارة عمل اللي نشتغل في هذا القطاع. فالجمعيات يعني عندهم قدرة على تسويق منتجاتهم، فإحنا كانت المبادرة إنه هدول السيدات المبتدئات اللي ما عندهم القدرة إنهم يخرجوا لسوق العمل ولا إنهم يعرفوا الناس بمنتجهم وبقدراتهم، إنه إحنا كوزارة بوزارة عمل إنه نأخذ بإيدهم ونبدأ معهم الطريق للدخول لسوق العمل والاستمرار في سوق العمل. إن شاء الله رح يكون المعرض وين، من أي ساعة لأي ساعة؟ هلأ هو المعرض إحنا اخترنا بالتنسيق مع أمانة عمان بالجاليري راس العين، ورح يكون من الساعة 11 صباحا للساعة 6 مساء إن شاء الله. بكرة وبعد بكرة من الجمعة والسبت. نعم. بس إحنا بهمنا كمان نحكي إنه هذا المعرض رح يكون مشاركة سيدات، لأنه كتير اتصلوا فينا سيدات يعني سألوا عن المعرض. هذه مبادرة مجانية، يعني إنه أي سيد رح تشترك بهذا المعرض ما رح نكلفها أي شيء، يعني كل الحاجيات اللي رح تحتاجها داخل المعرض مجاني، وكمان مواصلاتها برضو الوزارة رح تأمنها من مكانها، لأنه معظم المستهدفات من المحافظات، فرح نأمنهم مواصلات برضو لمكان المعرض ذهابا وإيابا. ايش المنتجات الاكثر راح تكون موجوده في المعرض؟ هلا احنا فتحناها للسيدات في كل المنتجات، ما حددنا منتج معين، طعام، منتجات متعلقه بالتطريز، فخاريات، خشبيات، اكسسوارز، تطريز، اي مجال السيده بتحس نفسها انها ممكن تقدم وتنتج، احنا فاتحين المعرض لكافه هدول السيدات ان شاء الله. لازال اذا في حدا بده يشارك بالنسبه لبكره لا، بس بالنسبه للمعارض القادمه اكيد مفتوح المجال. من خلالكم اللي بده يشارك من خلال مديرية عمل المرأة في نعم. وزارة العمل من خلال عمل المرأة يضربوا على رقم الوزارة، وإذا بدك نحط الأرقام برضو ما عندها مشكلة، إنه رقم الوزارة ويحطوا داخلي 232 أو 133 أو 102. يعني أنا بدي أشكرك دكتورة إيمان العكور رئيسة قسم التمكين الاقتصادي في مديرية عمل المرأة في وزارة العمل، بتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، ويعني إن شاء الله كمان رح نحكي أكثر عن المعارض القادمة إن شاء الله. ونشوف نتائج مثل هذا المعرض، أكيد رح تنعكس النتائج على المعرض القادم بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك. الله يسعدك. شكرا. هذا إفاصل متواصلين بفقراتنا لليوم، خليكم معنا.